لو انت طالب ثانويه عامه لغه فرنسيه وامتحانك خلال ايام، تعال نشوف التوقعات المتوقع وجودها السنه دي. لو قال لي في سؤال ال في جو تاتي دي تيست دو لا ايكويتاسيون، هفكرك بحاجه مهمه جدا ان فيرب جوي لازم تختار معاه او او الا او الا بوستو في او او اكس مع رياضات، ودي ودولا مع الالات الموسيقيه. فيرب فير دايما بختار معاه دي ودولا ودو الا بوستو في ودي، اما فيرب براتيكي ايمي ادوري بريفيري فعل الميول بيجي بعدها لارتيكل ديفيني لو ولا ولي. السؤال ده تبقى الاجابه ال بي دو لا ايكويتاسيون. استنوني في توقعات جديده. كنت معاكم اسمي محمد الجواري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشطر اب تعليمك بقى اشطر.